بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، النهاردة إن شاء الله هنجاوب مع بعض التيست اللي هو جاي على يونت 1. أوكي، طبعا لنا إيه فينا نص إيه الاستماع، بتسمع أنت طبعا وتحدد إيه الكلمة اللي أنت بتسمعها. هنشوف هنا إيه بعد كده، في عندي listen and complete، في عندي dialogue حوار هنكمل مع بعض. أول حاجة did you go to the campsite؟ في عندي حوار بين مجدي وبين إيمان، يبقى في مجدي بيسأل إيمان بيقولها إيه بقى؟ did you go to the campsite؟ yes I went، هل بين الإجابة إيه في الماضي؟ yes أيوة أنا ذهبت there last week، أيوة أنا ذهبت إلى هناك إيه last week، هل بالنا؟ يبقى هنا الحوار كله في الماضي. أوكي؟ طيب مجدي سأل سؤال did you do there، يبقى ترى سؤال يكون بقى what، يبقى هنا ايه what، يا ترى عملت ايه هناك؟ ليه بقى؟ لان هنا بتقول له ايه I played، يبقى هنا ايه هنا ايه بكتب ايه بكتب what what. اوكي did وكمل بقى ايه باقي what did you do there I played، لعبني بقى هناك، ممكن اقول I played cards، يبقى هنا ايه بكتب كلمة ايه كارد، هي طبعا هي كوتشي كارد كوتشينا I play cards. اوكي I play the cards and cleaned the tent. did you the mountain، الجبل اهو الجبل ده بنعمل له ايه، يبقى climb. did you climb the mountain no I didn't I watched، انا شاهدت بقى اولي the sun rise، انا شاهدت ايه الشروق sun rise اللي هو ايه اللي هو الشروق. اوكي عندنا circle the odd word and you replace it with a correct one، في كلمه مختلفه اشيلها واحط كلمه ايه بدلها. where يعني اين، ده استفهام، how يعني كيف، wash يعني يغسل، when متى، يبقى ايه ملاحظين هنا في ثلاثه منهم ادوات استفهام، يبقى غير ايه wash دي مش تبعهم، واجيب مثلا ايه what، أجيب أي أداة استفهام ولتكن مثلا what. أوكي سبين أسبانيا سها سامية سلوى، كلهم أسماء أسماء. أوكي بنات مثلا، لكن دي سبين أهي اسم دولة أشيلها وأجيب إيه وأجيب أي اسم بنت مثلا سوسن أو أي اسم بنت. father drum sister brother، أنت ملاحظ هنا إيه ده بيتكلم على الأسرة ما عدا عن كلمة درام أشيلها، ومثلا إيه وأقول مثلا mother الأم. بارك ده مكان حديقة، سكول مدرسة، كامب سايت، وبريكفاست يعني بريكفاست هي المختلفة أهي أشيلها وأكتب أي مكان وليكن هوم أو هاوس. بينز فول تشيز جبنة إكس ويبوت، طبعا دي مختلفة أشيلها وأكتب أي نوع من أنواع المأكولات وليكن مثلا إيه رايس أو أي أكلة أو من أنواع المأكولات. This is my favorite food، الجبنة اللي هو الطعام المفضل، أنا بحب الجبنة فهي my favorite يعني مفضل. It is time for breakfast، خلي بالك احنا حافظينها. It is time for على طول for breakfast، لقد حان وقت الإفطار يبقى for breakfast. It is time for breakfast. أوكي did they cards، خلي بالك أنا بفكرك، فاكر لما قلت لك يا أولاد أوكي لما يكون عندي ايه السؤال يبدا ب do او does او did، ما دام في عندي هنا verb to do لازم الفعل يجي ايه في المصدر، انا سامع واحد يقول لي مستر في المصدر، ايوه في المصدر اهو، يبقى لازم ان الفعل يجي في المصدر، يبقى بعد do او does او did لازم بعدهم الفعل يجي ايه صافي بدون اضافات، يعني ايه؟ يعني المصدر يعني الفعل في الانفينيتيف بدون اي اضافات. اوكي نمبر 4 you wash the pans yesterday، yesterday طبعا هنا ايه ده على الماضي، متى مع الماضي اختار الاداه المناسبه، are طبعا ما تنفعش are غلط ما ينفعش، ولا ايه طبعا does ما ينفعش تيجي مع ايه ما ينفعش تيجي مع do ما ينفعش تيجي مع you، do طبعا ما تنفعش لان هنا ايه في الماضي yesterday، امال الاجابه ايه؟ الاجابه طبعا ديد، ليه؟ عشان عندي هنا يسر دي ماضي اختار معها ايه معها ديت. في عندي نقرا الكومبرهنشن القطعه ونشوف مع بعض
احنا قلنا طبعا لما نيجي نقرا لازم نترجم. Last week الاسبوع الماضي مصطفى and راشا went to a camp. مصطفى وراشا راحوا ايه الكامب. اوكي يبقى الاسبوع الماضي مصطفى وراشا راحوا الكامب. اوكي كده ايه فهمنا جملة مفيدة. نقسمها كده جمل عشان اقدر افهم هي بتقول ايه. الاسبوع الماضي مصطفى وراشا راحوا الكامب، ماشي المعسكر يعني. They got up at 6 o'clock. طبعا صحيح الساعة كام؟ الساعة 6. أي معلومة مهمة نحطها أي تحت خط. صحيح الساعة 6، ماشي دي حاجة تانية. They had breakfast at 7. فطروا الساعة كام؟ فطروا الساعة 7، ماشي أوكي فطروا الساعة 7. Russia climbed a mountain. رشا طلعت الجبل، ماشي. مصطفى watched the sunrise. مصطفى ده رومانسي قاعد يتفرج ايه على منظر الشروق، منظر الشمس هي ايه هي وايه وبتشرق. طيب they played cards in the evening. لعبوا ايه كوتشينه ايه في المساء. They went back رجعوا ايه home at 8 o'clock. رجعوا ايه الساعه كام؟ الساعه 8. They were happy وكانوا سعداء. وكانوا ايه سعداء. يبقى احنا ايه القطع بنترجمها ونقسمها الى جمل، وكل معلومه مهمه بنحط تحتها خط. اوكي شوف بقى ايه عندي true or false. مصطفى اند راشا got up at 7 o'clock. هل مصطفى ورشا صحيوا الساعة 7؟ طبعا لا. ليه؟ بص الساعة كام؟ الساعة 6. طبعا الإجابة هنا طبعا إيه؟ الإجابة هنا إيه؟ فولس. الإجابة خاطئة. يبقى إيه أعلم عندي فولس. طيب مصطفى climbed a mountain. مصطفى طلع الجبل؟ طبعا لا. أوكي إحنا قلنا مين اللي طلع الجبل؟ رشا. مصطفى عمل إيه؟ مصطفى كان بيشاهد إيه؟ منظر إيه؟ شروق. طبعا يبقى الإجابة إيه؟ خطأ. يبقى انا ايه يبقى اعلم عندي ايه عندي ايه هنا عندي فولس. اوكي طيب they went back home at 8 o'clock. رجعوا الساعه 8. ايوه فعلا هم فعلا رجعوا الساعه 8. يبقى انا ايه اعلم عندي ترو. اوكي طيب when did مصطفى and Russia go to a camp. يا ترى راحوا الكامب امتى؟ يبقى قلنا هنا last week الاسبوع الماضي اهو الاسبوع الماضي. يبقى اجوبه اجابه كامله. اقول ايه؟ اقول ايه؟ اقول مصطفى and Russia. طب هنا خلي بالك هنا يا ولاد، عايز طالب كده يكون مركز معايا. انا عايز اجاوب a complete answer اجابه كامله. ركز معايا كده. طبعا انا بحذف ايه؟ بحذف when. تمام حذفت when اهي، ماشي. بنحذف اداه الاستفهام ونكتب مكانها ايه؟ last. ها last ايه؟ last week. ادي last اهي. معلش انا بكتب ايه؟ بكتب ب ايه البنسر فالخط ايه طبعا ايه مش مظبط. ادي last ايه last week. اوكي last week. وبعدين did لما يكون عندي فعل مساعد do او does did بنشيله خالص. حذفنا ايه؟ بنحذف did، ماشي. حذفنا كلمة did. اقول ايه؟ مصطفى and Russia. او يا ترى هنا اقول ايه؟ go ولا went. ركز معايا go ولا went. انا سامع اوكي واحد شاطر بيقول لي ايه؟ يقول لي يا مستر وينت. اقول لك برافو عليك. وينت ليه بقى؟ ليه؟ في قاعده بتقول لي ما دام في ديد عندي في السؤال لازم الفعل احوله الى الماضي، لما اجاوب لازم احوله للماضي. يبقى اقول ايه؟ مصطفى اند رشا وينت تو ا كامب لاست ويك لاست ويك. اوكي هو واتشد ذا سان رايز. مين اللي شاهد السان رايز؟ طبعا السؤال يبدا بهو بجاوب ازاي؟ هو خلي بالك اي سؤال عندك يبدا بهو بتجاوب ازاي؟ ركز معايا. اي سؤال يبدا عندك بهو هتجاوب ازاي؟ انا بحذف كلمه هو اهي، شيلت هو خالص. تمام كده. واكتب الشخص مين يا ترى اللي كان بيتفرج على ايه سان رايز. هو مصطفى. اقول ايه؟ مصطفى واتشد ذا سان رايز. واكتب الاجابه هي بس انا ايه بشيل هو واكتب الشخص اللي عمل كده اللي هو مين بقى اللي هو مصطفى. اقول ايه؟ مصطفى واتشد ذا سان رايز. اوكي طيب تمام كلامنا يا اولاد. هنوصل كلامنا. إيه عندي هنا طيب شو بقى ايه مع بعض كده دي ارينج. بريكفاست از كوكينج شي. او ليه بقى؟ اول حاجه ببدا بشي شي بعدها ايه از. لما عندي فيها مساعد ببدا ايه اهو از كوكينج. شي از كوكينج بريكفاست. هي بتجهز الفطار. شي از كوكينج بريكفاست. اوكي طيب نمبر 2 ديد شي او ديد هي. اوكي لاف ات جوكس. ديد اي نمبر 1. بعد كده الفعل هي لاف ات جوكس. ديد هي لاف ات جوكس. نمبر 3 اي
didn't I didn't play cards. I didn't play cards. Okay, number four. Mona, okay. Mona, okay. وعن هنا or what we هدى we having we and okay هنقول بقى هنقول what are منى and هدى having تاني ادي وات رقم واحد اوكي وات رقم واحد بعدين ادي عندي منى اهي منى اهي اوكي وعندي هدى اهي طب انا لو عكست لو جبت هدى الاول عادي يبقى what are هدى and منى صح برضه Okay, يبقى what are Mona and Hoda having? Okay, تمام؟ طيب. سؤال number 7 look at and write a paragraph of 5 sentences. طبعا هنا ايه؟ بنكتب 5 جمل. احنا قلنا يا ولاد لما تبقى حاجة زي كده، اوكي؟ طبعا انت ملاحظ هنا دي ايه خيمة، اوكي؟ بنقولها على هيئة رحلة أو زيارة. رحلة أو زيارة. يعني كأنها حدوتة يعني ازاي وانا قلت لك اي رحلة او زيارة بتقولها ازاي مثلا انت رحت امتى قول last week اوكي يعني الاسبوع الماضي طيب رحت مع مين مثلا with my friends طيب رحت ازاي مثلا by car طيب عملته هناك اوكي اكلته هناك شفته هناك وهكذا يعني رجعت امتى رجعت ازاي شعورك كان ايه جمل ثابتة بكتبها في أي رحلة وأي زيارة. هنا مثلا إيه أقول إيه بقى على الرحلة دي؟ أول جملة أقول إيه؟ last week last إيه؟ week الأسبوع الماضي يبقى ببدأ كلام في كلمة إيه؟ last week أوكي؟ last week وأكمل بقى جملة. حصل إيه بقى إيه last week؟ last week أوكي؟ حصل إيه بقى؟ last week وأقول بقى إيه؟ أقول I went to إيه؟ to a campsite أنا رحت إلى إيه؟ إلى المعسكر اوكي اول جمله طب بعدين I went with my family رحت مع ايه مع الاسره بتاعتي تاني جمله و went by car رحنا ايه by car رحنا بايه العربيه اوكي تالت جمله و اوكي watched sun ايه sunrise شاهدنا الشروق مثلا we stayed in a tent قعدنا في خيمه و مثلا we played cards اوكي we cooked food We returned back at 8 o'clock. Okay. We were happy. كنا سعداء. جمل كتيرة احنا ممكن نكتبها. جمل كتيرة بكتبها ايه؟ بكتبها في ايه؟ في حاجة زي كده. بس أهم حاجة حدد الزمن الموجود عندك. شوف هنا بانكت ويت. I saw هاني and أيمن yesterday. طبعا هنا ايه؟ عندك ما هو مغيرها لك. I saw هاني. طبعا دي جملة خبرية لأن بدأ بالضمير فاعل I يبقى جملة خبرية يبقى في الآخر أحط إيه؟ أحط في الستوب يبقى إيه؟ أحط في الستوب أوكي؟ عندي أغير هاني اتش كابيتال ده اسم إيه؟ اسم إنسان وأغير إيه طبعا إيه؟ أيمن أوكي؟ تمام؟ يبقى I saw هاني and أيمن yesterday Where is Sammy؟ ده سؤال طبعا عشان بدأ where يبقى إيه طبعا where في هنا هنا استفهام أوكي؟ في هنا نص أبوستروف is وسامي طبعا حرف كابيتال وير از سامي وير از سامي ده سؤال اهو وير از سامي واحط علامه ايه علامه استفهام وكده احنا ايه وصلنا ل اخر تيست الوحده الاولى والى اللقاء في يونت 2 ان شاء الله واي سؤال او استفسار عندك تحت في الكومنت وان شاء الله الى اللقاء في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته